اهلا 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 خطوط المباركه. اخبرتني زوجتي عما تقدمونه من خدمات هنا، عسى ان اجد ما يشفي عظام الهرم. ما تزال شابا يا مولاي. شكرا للمجامله. بل هي الحقيقه، فالشباب هو شباب الروح والعقل، اما العقل فمن يغلب براء الحكيم، وقد اصبحت الحكمه لقبا تتكنى به، واما الروح فأراهن انها ما تزال شابه تطوق الى الحياه. ما احسن كلامك، وستجد ان افعالنا لا تقل حسنا. استرح ريثما نجهز لك المكان، فقد اعتذرنا اليوم عن استقبال الزبائن عندما وصلتنا رغبتك في القدوم. ماذا تشرب يا سيدي؟ وسأعده لك بيدي. ما تسقيني إياه؟ أنا لك هذه الحرفية في التدليك يا خولة. أن لك كل هذه الدراية بشؤون الحكم يا مولاي. ذلك سر مهنتي. وهذا سر مهنتي أنا أيضا. لما لم أسمع عن حمامك هذا من قبل؟ لأنني لم أفتتحه إلا منذ فترة قصيرة. إن وطبت على تقديم خدماتك بهذه السوية فسيصبح الحمام الأهم في المملكة. خدماتي هذه ليست لكل الرجال، بل لرجل من مقامك يا سيدي. يبدو أنني سأنقل سكنايا إلى هنا. حقا؟ وماذا يريد عجوز مثلي لعظامه الهرمة أكثر من ذلك؟ إن كنت لا تمانع سأزورك بنفسي في منزلك كل يومين أو ثلاث. هذا من دواعي سروري. ومن دواعي سروري أنا أيضا.